بل إن الله وصفها وصفا دقيقا حتى وصف أثداءها، فقال جل جلاله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا. أتدري ما معنى وكواعب أترابا؟ أي أثداء الحور. الله جل جلاله يصف أثداء، نعم، حتى يعلمك ما في الجنة وأنه لا حياء في هذه الأمور، حتى يجعلك تتنافس وتتسابق، إنها رسالة إلى من ضيع الجنة بشهوة ساعة. اسمع أثداء الحريات كيف، وكواعب أترابا أي نواهد الحور كالرمان، ليست متدلية إلى أسفل، زيادة في الحسن والجمال. فأين المحبون للنساء؟ أين المشتاقون للحور؟